والآن عزيزي الطالب مع السؤال السابع، اختر الإجابة الصحيحة. كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ هو. هذا تعريف أي شيء؟ هل هذا تعريف الطاقة أم الجاذبية أم العلوم أم المادة؟ ما هو الشيء الذي له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ؟ إذا نظرت حولك عزيزي الطالب تجد أن كل شيء يوجد حولنا له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. نعم، إذا فكل ما حولنا يعتبر، أحسنت، يعتبر مادة. هذا هو تعريف المادة عزيزي الطالب. فالمادة بمختلف صورها، سواء كانت مادة صلبة أو سائلة أو حتى غازية، فالهواء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. إذا هذا التعريف هو تعريف المادة.